دلوقتي تاريخ مواجهات الفريقين شايفين قد ايه في تكافؤ كبير. هو الاهلي متفوق في عدد مرات الفوز لكن مش تفوق كاسح. لكن الملاحظ ان حتى المرات اللي بيفوز فيها الترجي بيفوز بنتيجه 1-0 بس. الاهلي لما بيفوز فترات تفوق الاهلي بيستغل تفوقه بشكل جيد، بيحرز اهداف كتير. الاهلي احرز 14 هدف في تاريخ مواجهات الفريقين في مقابل 8 اهداف احرزهم نادي الترجي في تاريخ المواجهات. اكبر فوز للترجي 1-0 بس، الترجي ما كسبش الاهلي باكتر من النتيجه دي. فده شيء يديك انطباع ان حتى في فترات تفوق الترجي ولما بيعبر الاهلي بيكون عبور بصعوبه. طيب لكن احنا بس بنعرض للمشاهدين كواليس المعسكر النادي الاهلي في فندق الاقامه قبل التوجه الى ملعب المباراه. المباراه ان شاء الله في السابع مساء اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندريه. لحظه بلحظه احنا مع حضراتكم كنا عارضين سياده اللواء شين شمس والكابتن سمير عدلي واجتماع كده وبدايه شرب الشاي قبل بدايه اليوم النهارده. ده الافطار، دي لعيبه النادي الاهلي احمد فتحي وبعض النجوم اللي بيتناولوا طبعا وجبه الافطار. احنا مع حضراتكم من بدايه الفطار حتى وجبه ان شاء الله المباراه نفسها، لقاء الاهلي والترجي. كمل دكتور. الخدمه طبعا السوبر ستار او الفايف ستارز اللي بتقدمها قناه الاهلي لجماهيرها الحصريات اللي الجماهير بتنتظرها دايما. ادي يعني دكتور هاني اخصائي التغذيه داخل بقى على الافطار عشان هو اللي مسؤول عن الكلام ده كله. يبتدي يدور بقى على الشيفات وهنفطر ايه وازاي. بص زي ما بقول لحضرتك ادي هو رايح للشيف على طول اتفق معاه. والنادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي عنده اخصائي تغذيه، ولازم افضل اذكر الكلام ده لحضراتكم. ترمومتر اداء الكره المصريه في اي حاجه جديده هتلاقيها في النادي الاهلي. وطبعا دايما وجبات يوم المباراه واليوم السابق للمباراه بتكون مهمه جدا جدا ان تتظبط بشكل معين بحيث ما ياثرش على اللاعبين. نرجع تاني لموضوعنا ونتكلم في تاريخ مواجهات الاهلي والترجي. زي ما قلنا ان الترجي لما في فترات تفوقه ما بيقدرش يتجاوز الاهلي باكتر من هدف واحد، لكن في فترات تفوق الاهلي لما بيكسب الترجي بيقدر يحرز اهداف كتير. تاني ملاحظه ان الترجي ما كسبش الاهلي مصر قبل كده، لكن الاهلي قدر يكسب الترجي طبعا في تونس اكثر من مره، منهم طبعا نهائي اللي كلنا فاكرينه جماهير الكره المصريه وجماهير الكره الافريقيه عمرها ما تنسى طبعا النهائي اللي الاهلي فاز فيه 2-1 على الترجي في استاد رادس، والتفوق الكاسح للاهلي في البطوله دي. كان كابتن حسام البدري هو المدير الفني للاهلي في الوقت ده، والمباراه دي الحقيقه تعتبر من افضل مباريات الاهلي على مدار تاريخه سواء المحلي سواء الافريقي. الحقيقه مباراه كانت رائعه. فده يدينا انطباع اولا ان في نديه وفي تنافسيه كبيره بين الفريقين، لكن الاهلي دايما لما بيكون متفوق او الاهلي دايما بيستطيع حسم المباراه دي لما بيكون عنده الرغبه في ده. طيب محمد، الترجي من الفرق اللي ماشيه بشكل كويس جدا في الدوري التونسي، متصدر البطوله وكسبان 4 لقاءات. اولمبيك كان ابتدى الاول باولمبيك المنيسي فاز عليه 2-2، وبعد كده اتحاد قروان فاز عليه 2-2، وبعد كده لقاء امام البنزرتي فاز 3-2، واخر حاجه مستقبل قابس بهدف مقابل لا شيء. الترجي فرقه محترمه، فرقه منظمه تكتيكيا، ولكن مش الفريق المرعب للغايه كما يصور البعض في مواجهه الاهلي. هو فريق الترجي طبعا زي ما حضرتك قلت فريق قوي جدا، بس في نفس الوقت احنا عندنا الاهلي، عندنا لعيبه، عندنا خبره، عندنا اللي يقدر وسط ملعبه، عنده فرانك كوم الكاميروني والايفواري كوليبالي، يمكن دول بيمثلوا عناصر قوه في نادي الترجي، عندهم القدره للربط بين خطوط الفريق، عندهم غيلان شعلالي وعندهم فرجاني ساسي. دول هيقدر كابتن فوزي البنزرتي طبعا مدرب كبير هيقدر ان هو يقفل بيهم مفاتيح اللعب. هل شايف ان عوده فوزي البنزرتي مره ثانيه لنادي الترجي وخبراته، وكان راجل له خبرات مع الرجاء المغربي وراجل يعني من المدربين الكبار في تونس، هل اضاف للترجي الكثير؟ طبعا اضاف للترجي الكثير في الاداء. الاداء تطور بشكل كبير، يمكن شفنا مدرب ما بيخافش، مدرب بيلعب على الهجوم. النهارده الفريقين طبعا هيبقوا متحفظين، ماتش مهم، لكن الاهلي الفوز للاهلي مهم سواء بنتيجه كبيره بهدف مهم طبعا قبل ماتش الاياب في رادس. لو استعرضنا هنا خطه الترجي هنلاقيه بيلعب 4-2-3-1، بيلعب 4 ورا معز بن شريفيه، وعندهم خط الدفاع من اليمين للشمال ايهاب المباركي، شمس الزوادي، علي المشاني، خليل شمام، ثنائي الوسط فرانك كوم وكوليبالي، عندهم قدام 3 تحت راس الحربه فرجاني ساسي وغلش عليهم ونس بدري، وعندهم الداهيه طه ياسين الخنيسي. لازم كابتن حسام البدري يركز ازاي يقدر يوقف طه ياسين. طه ياسين مهاجمين الاقوياء جدا، متصدر
الدوري التونسي برصيد 4 أهداف. طه ياسين هو اللي حقق الفوز على المنتخب تونس في ماتش مصر في تصفيات امم افريقيا. اعتقد المباراه مش سهله. كابتن فوزي بنزيرتي هيقدر ومذاكر الاهلي كويس جدا. والنقيض برضو النادي الاهلي عنده يقدر يستغل المساحات اللي بيتركها خليل شمام وراه، يمكن شفنا في مباراه الفيصلي. طيب احنا ممكن نتكلم على مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا عشان نذكر مشاهدينا. الاهلي بدا امام بيدفست الجنوب افريقي وفي الدور التمهيدي وفاز بهدف مقابل لا شيء قبل ان يتعادل في جنوب افريقيا بدون اهداف. ثم بدا دور المجموعات وتعادل امام زاناكو الزامبي بدون اهداف، ثم فاز على القطن الكاميروني بهدفين مقابل لا شيء في الكاميرون، وفي بعد كده في دور المجموعات ايضا فاز على الوداد الرياضي بهدفين مقابل لا شيء، هزم امام الوداد هناك في المغرب ايضا بنفس النتيجه الزامبي قبل ان يحسم امام القطن الكاميروني بثلاثيه مقابل هدف في مصر ويذهب الى الترجي التونسي. ده كان مشوار النادي الاهلي، وادي جونيور اجاييه من اهم العناصر اللي بيعتمد عليها الكابتن حسام البدري وبيدي له حلول. يعني جونيور اجاييه ممكن يلعب راس حربه صريح، ممكن يلعب تحت راس الحربه، ممكن يلعب جناح، من اللعيبه الافارقه. وحتى كنت بتكلم مع نجوم الكره المصريه كابتن سمير كمونه بيقول انا ما شفتش لعيب افريقي حريف كتير في مصر يعني زي اوتاكا وايمانويل من النجوم اللي عندهم حرفنه والاثنين نيجيريين بالمصادفه يا دكتور وليد. فعلا هو جونيور اجاييه احد المكاسب اللي الحقيقه كسبها النادي الاهلي خلال السيزون اللي فات. لعيب محوري، لاعب مهم جدا، لاعب ذكي. يعني جونيور اجاييه من اللعيبه الذكيه، اللاعب بيلعب بمخه قبل ما بيلعب بعضلاته، بيعرف يتحرك كويس جدا، بيلعب في اكتر من مكان، وان كنت انا شخصيا بفضل انه يكون موجود في مركز راس الحربه كشادو سترايكر. طيب احنا نروح بس لزميلنا امير هشام من مقر اقامه النادي الاهلي. مساء الخير زميلي امير، ماذا لديك وايه اخر اخبار معسكر وكواليس معسكر النادي الاهلي في فندق الاقامه قبل الانطلاق الى ملعب المباراه؟